خلينا نطلع نشوف تقرير من الشارع. ايه اللي حضراتكم شايفينه، او مين المنتخب اللي حضراتكم شايفينه يستطيع او مصر تستطيع ان تفوز عليه ان شاء الله في شهر 3 القادم في المرحله النهائيه؟ نطلع نشوف هذا التقرير، وبعد التقرير فاصل، وبعد الفاصل كابتن عادل طعيمه نجم مصر والنادي الاهلي السابق في كلام هام جدا، وكلام عن كره القدم سواء مع منتخبنا الوطني او عن النادي الاهلي، بعد ما نشوف هذا التقرير والفاصل كابتن مصر والنادي الاهلي كابتن عادل طعيمه. والله انا امنيه حياتي انا بالنسبه لي اقابل نيجيريا، لان نيجيريا ناخد نلعب كره قدامها احسن ما تقابل الجزائر او تونس او المغرب، الثلاث فرق دول رخمين قوي قوي. انا لو تونس صعدت انا افضل اقابل تونس، تونس مستواها مش حلو، يعني لو حطيتي مصر قصاد تونس لا كفه مصر ترجع بكتير قوي. انا عاوز مصر تقابل دوله من المستوى الثاني، يا ريت بس نطلع تصنيف اول عشان نبعد عن المنتخبات القويه من شمال افريقيا. يا رب نبعد عن الجزائر يعني، بس هي نيجيريا، ممكن نيجيريا ان شاء الله. يا رب نبعد عن الجزائر عشان الجزائر ليها يعني سلسله لا هزيمه عاملاها اكتر من 30 ماتش او حاجه على ما اعتقد يعني. يعني ان شاء الله يعني ندعي ان احنا نبقى التصنيف الاول، نستنى تونس والجزائر ونيجيريا ان هم يعني ينزلوا ماشي ونبقى مكانهم ان شاء الله، ونقابل اي فرقه، احنا ان شاء الله مستعدين لاي فرقه نقابلها. اختار نيجيريا. نيجيريا يعني عايزين نبتعد عن المنتخبات العربيه، خاصه مش عشان هم اقوياء ولا حاجه، لكن احنا الحمد لله اقوى منهم، وصلنا كاس العالم المره اللي فاتت، لكن المنتخبات العربيه بتعتمد على انها بتموت المباراه، بيضيعوا وقت، والجماهير بتاعتهم للاسف مستفزه جدا. انا قابل تونس، لان تونس هي قابلناها كذا مره قبل كده وكعبنا على عليها شويه، لكن الجزائر فرقتي. وان شاء الله نقابل اي دوله من الدول الافريقيه، نيجيريا السنغال، وان شاء الله يكون المكسب لمصر. نقابل الجزائر عشان نشوف قدرات لاعبتنا ولا قدرات لاعبتهم، احنا الاحسن ولا هم عن السنين اللي فاتت. الجزائر. الجزائر هي افضل منتخب عربي دلوقتي، واحنا عايزين نشوف، عايز اشوف منتخبنا فعلا زي ما هو قوي ولا لا. الجزائر والمغرب. الجزائر والمغرب، لان الجزائر فريق قوي يعني، ونتمنى نرجع الامجاد بتاعت زمان بقى. يعني الجزائر اقوى منتخب دلوقتي في افريقيا، ولو عرفنا نعمل قدامه حاجه هنبان ان احنا منتخب تقيل. والله نتمنى ان نقابل منتخب الجزائر عشان على الاقل نشوف مستوى منتخبنا فين من منتخب كبير زي منتخب الجزائر. الجزائر، اتمنى الجزائر. اتمنى تونس ان شاء الله. لا نقابل الجزائر، كعبين علي عليها قوي الجزائر يعني، ان شاء الله مش لله يعني. ان شاء الله ربنا ييسر نقابل تونس. لا احب الجزائر، افضل الجزائر لانها منتخب قوي. ان شاء الله يعني نقابل نيجيريا. ان شاء الله ممكن تقابل يا نيجيريا يا تونس باذن الله.